الصناعات والحرف. صناعة الطوب وغلبة صناعة الطوب اللبن في قولا. والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي صين المغرب التي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة كبيرة. أي بابا الطوب هذا من الطين، من الطين هذا في قوالب خشبية ثم تترك لتتبع القوالب هاي من البيوت. هي صناعة الزجاج. ورع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت فيها ورش لصناعة الزجاج هي منطقة تل العمرنة. تحنيط، هي التحنيط بابا، تحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا الى ان تعود له الروح مرة اخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 الى 70 يوما. صناعة الفخار. تعتبر صناعة الفخار من اقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها الى 6000 قبل الميلاد. معجن الدين بالناس ويخلط ببقايا الاواني الفخارية المطبوخة او القش المبشور، وما يساعد على جفاف الاواني المطلعة ويجعلها مستوية وبدون كسور. والان الى بعض المظاهر المصرية الساحرة. نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل الحائط الحجري. واول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح، ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم الخطوط الحمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البردي. نحت التماثيل. كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بزق خوازير أو أوتاد خشبية في حقول يتم طقسها في الصخرة. هيك بيسوي التماثيل. ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما لا بيجيبوا حجر مضبوط بعدين بيشتغلوا فيه. فإن قطعة الصخرة تنفصل بازات القلبة. كانت البازات تصنع من أنواع مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألبستر الحجر الناعم، ممكن تشكيله إلى أشكال جميلة. ألبستر. كانت بازات الألبستر تستخدم ألبستر صبيح أو لتحسين بابا هذا ألبستر ورشة تجارة. ورشة نجار. كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينثر كتلة من الخشب إلى ألواح. وكانت المطرقة والأسميل والقدوم وقوس الحفر لحفر الصفوف من الأدوات التي كان يستعملها النجار. صناعة الأسلحة. صناعة السلاح. كان الفراعنة يهتمون بأن يكون الجيش مزودا بالسلاح في كل وقت. وكانت الأسلحة تشمل الأقواس والسهام والسيوف وبلاطات القتال والحراب إلى جانب الدروع والرماح. صناعة العطور. كانت العطور محببة إلى النساء في مصر القديمة، وكانت تتكون من الزيوت العطرية والشحوم. وكان عصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميك، ثم يلوى طرف الكيس في اتجاهين متضادين باستعمال قضبان خشبية. هاي بابا من زيوت الأزهار، من زيت الأزهار. غزل الكتان ونفخه. كان الكتان أكثر الأقمشة استعمالا في الأزمنة القديمة. ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان. فيتم تمشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط الخشبي للتخلص من الأطراف والأوراق. ثم توقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين،
ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية. سوي منه بعدين احنا. ذلك يفحص السيقان خلال أسنان مشط آخر أصغر من سابقه. صناعة الورق. كانت صناعة الورق من الصناعات الأخرى الهامة، لكنها كانت حكرا على الدولة. ويعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البرد هو أصلح جزء لصنع الورق. وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، شوف شو ثم ينقع اللب الأبيض فيها. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة البرديوم. ثم تنقع في الماء العادي. وبعد تكرار عملية النقع ترص الشرائح اللينة على قطعة من القماش في طبقتين، إحداهما رأسية وأخرى أفقية. وبعد أن يتكون سطح الورقة بهذه الطريقة يدق بمطرقة خشبية بهدف لصق الورقتين. وبعد ذلك تغطى الورقة بقطعة أخرى من القماش وتوضع بين حجرين ثقيلين لبضعة أيام. هيك بيسووا الورق البردي بقى. جفافها في هذه الفترة في الشمس وتصبح بعد ذلك صالحة للاستعمال. صناعة النبيذ. واين. من العنب. من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين. ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع من الحجر الصلب مثل الجرانيت الذي يقاوم التسرب ويسهل تنظيفه. ويتم الضغط على هذه العناقيد بالأقدام ويصب العصير الناتج في أواني فخارية كبيرة لكي يتخمر. ماما البير بير ميكر.